ده نجمنا النهارده في السادسة، واحد طبعا من نجوم مايوركا واتلتيكو مدريد وفالنسيا، ولعب طبعا لمنتخب اسبانيا، انخيل خابير اريزماندي هو ضيفنا في السادسة. بداية طبعا نقول له اولا زي ما بيقولوا بالاسباني، واهلا وسهلا بيك، وبشكرك طبعا على مشاركتك معنا في السادسة. مساء الخير، شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة. حقيقة يمكن كلام كتير عن الليجا وعن البارسا وعن أتلتيكو وعن الريال وعن تشامبيونز ليج، لكن يهمني أبتدي معاك بمنتخب أسبانيا اللي مفترض أنه واحد من المنتخبات الحقيقة المرشحة للمنافسة على الأقل على لقب كأس العالم. امبارح تابعنا طبعا في يعني مواجهة جمعت بين إسبانيا وسويسرا، فوارق كبيرة جدا في دوري الأمم الأوروبية بين الفرقتين، ورغم كده خسرت إسبانيا في مواجهة سويسرا. إزاي بتشوف ده؟ إزاي بتشوف يعني فرص لويس إنريكي ومنتخب إسبانيا في كأس العالم، وإزاي بتشوف الخسارة أمام سويسرا من وجهة نظرك؟ أعتقد أن منتخب إسبانيا يبقى مرشحا في أي بطولة يشارك فيها. الشعور والانطباعات الحالية قبل المونديال بعد هزيمة سويسرا ليست الأفضل بالتأكيد، ولكن الأمر الإيجابي هو أن إسبانيا تعرف كيف تنتفض وكيف تتخطى هذه المواقف، وأعتقد أن يجب أن نأخذ هذه الخسارة في عين الاعتبار كنوع من التحذير قبل المونديال بكل تأكيد. بمناسبة المونديال، النسخة الوحيدة والأخيرة اللي فازت فيها إسبانيا بكأس العالم كان فيها أساطير، يعني لو بصينا الأسماء أو جزء طبعا بسيط من سكواد إسبانيا في التوقيت ده، احنا بنتكلم على تشابي، بنتكلم على انيستا، بنتكلم على كارلس بيول، بنتكلم على بيكيه، بنتكلم على سيرجيو راموس، وكلهم الحقيقه في التوقيت ده كانوا من اهم الاسماء في كره القدم على مستوى العالم. هل بتشوف انه الجيل ده او الجيل الحالي يقدر يقود اسبانيا لمنصه التتويج في بطوله كاس عالم؟ بكل تاكيد لقد فقدنا العديد من اللاعبين الكبار على مدار السنوات الماضية. أعتقد أن هذه الفترة هي فترة اللاعبين الشباب الذين سيتسلمون الراية من هؤلاء اللاعبين الكبار. أعتقد أن الفريق يمتلك هوية الفريق البطل الذي يستطيع أن يعرف كيف يفوز في كل المواقف. اللاعبين الصغار الحاليين يمتلكون قدرات فنية كبيرة ويعرفون كيف يخوضون المناسبات الدولية، لقد لعبوا مباريات كبيرة ويعرفون كيف ينافسون في المستويات الكبيرة. بالمناسبة يعني وأنا هنقل معاك للدوري الأسباني، كل الأسماء اللي أنا ذكرتها وغيرهم، يعني منهم بيكيه، منهم بسكتس، وغيرهم من اللاعبين منهم ألبا، كلهم كانوا بيلعبوا في الدوري الأسباني، لكن النهاردة لما تبص للفرق الكبيرة في الدوري الأسباني واعتمادها على اللاعبين الاسبان قلت جدا. حتى بعد الميركاتو هتلاقي انه اهم اللعيبه في فريق زي ريال مدريد مش اسبان، اهم اللعيبه في برشلونه مش اسبان، وده اعتقد ممكن تبقى مشكله اساسا للويس انريكي في فتره ما قبل بدايه يعني مشوار بطوله كاس العالم. أعتقد أن هناك لاعبين أيضا كبار من الإسبان يمتلكون مستوى كبير يلعبون في إسبانيا أو سواء خارجها. أعتقد أن هذا العامل لن يؤثر كثيرا على منتخب مثل إسبانيا قبل بطولة مثل كأس العالم. أعتقد أن هناك لاعبين في ريال مدريد وفي برشلونة وفي أتلتيكو مدريد يلعبون في دوري الأبطال ويلعبون في أفضل البطولات في العالم، وهم جاهزون لخوض أي مباراة وأي بطولة كبيرة. نظرتكم في أسبانيا الماتشات دوري الأمم الأوروبية، وأنا عارف أنه منتخب أسبانيا عنده مواجهة مهمة وصعبة في نفس الوقت مع البرتغال اللي واحد برضو من الفرق اللي هيحاول أنه ينافس على اللقب، هل بتربطه بين نتيجة مباراة زي دي وبين يعني وبين استعدادات المنتخب او قدره لويس انريكي على المنافسه على لقب كاس العالم، ولا دي قصه ودي قصه ثانيه خالص؟
بكل تأكيد ستكون ضربة معنوية كبيرة بالنسبة للفريق، الخسارة من البرتغال على سبيل المثال عندما نتحدث عن هذه المباراة تحديدا، لأننا نتحدث عن منتخب مرشح دائما. الفوز على البرتغال سيكون بالطبع سيكون أمر مهم على المستوى المعنوي للفريق والتأهل للنصف النهائي في هذه البطولة. فالفوز على منافس كبير مثل البرتغال سيمثل دفعة معنوية كبيرة للفريق. انتقالا لبطولة الليجا الإسبانية اللي أعتقد بعد ميركاتو البارسا تحديدا أعتقد أنه استعادت جزء كبير من بريقها من قوتها. ويمكن بمناسبه الليجا خليني اقول لكم انه اتحدد خلاص، او رابطه الدوري الاسباني حددت يوم 16 اكتوبر هيكون ميعاد الكلاسيكو اللي هيجمع بين البارسا وبين ريال مدريد. مباراه تتلعب بتوقيتنا الساعه 4 وربع هنا في القاهره. خليني اكلمك على شكل الدوري الاسباني، المنافسه، مين الاقرب لتحقيق اللقب، وخصوصا انه البارسا تحت قياده شابي وبعد ميركاتو يعني اتوصف بانه اكثر من ناجح، هيستعاد جزء كبير جدا من قدراته. البرشا في وجهة نظري قدم مستوى كبير في بداية هذا الموسم واستعاد كثيرا من مستواه تحت قيادة تشابي على مقعد المدير الفني، والفريق انددب لاعبين كبار في هذا الميركاتو واستطاع أن يندمجوا جميعهم داخل هذه المنظومة. بدأ الليجا بشكل قوي، ولكني أرى أن ريال مدريد لا يزال الفريق المرشح للفوز. لم يفتقد كاسيميرو لأنه ضم لاعبين في نفس المركز مثل تشاوميني، وأعتقد أنه سيكون المفضل للقب الليغا هذا الموسم. أعتقد أن برشلونة لا يزال يفتقد نقطة المنافسة على الألقاب الكبيرة، هذا رأيي. بنزيما كان نجم الشاشة الأول الحقيقة في الموسم الأخير، سواء على مستوى الليغا في أسبانيا أو على مستوى الشامبيونز ليج. حاله التالق، يمكن كتير من الناس بتقول ان حاله التالق اللي ظهر عليها بنزيما كانت سبب من اسباب تتويج الريال باللقبين. السنه دي ظهر روبرت ليفاندوفسكي بقميص او بالوان البلاو جرانا، والحقيقه لغايه دلوقتي ارقامه بتقول ان هو هداف البطوله برصيد 8 اهداف في حين بنزيما عنده 3. بتشوف المنافسه بينهم ازاي، وهل نقدر نقول او من وجهه نظرك انه ليفاندوفسكي خطف الكاميرا او سحب البساط من كريم بنزيما؟ البطولة لم تمر منها أسابيع كثيرة هذا الموسم، من المبكر أن نتحدث عن من سيفوز في النهاية. برشلونة بالطبع ضم لاعب كبير مثل روبر ليفاندوفسكي، هو من أفضل المهاجمين في العالم وتأقلم سريعا على طريقة لعب برشلونة وسيسجل الكثير من الأهداف، ولكن بنزيما لا يسجل فقط، هو لاعب مهم داخل فريق ريال مدريد ويصنع الكثير من الفرص والخطورة للفريق ولزملائه أيضا. أعتقد أنه كان لاعب مهم لريال مدريد للفوز بالثنائية في الموسم الماضي. واضح أنه ملكي ملكي. طيب أختم معك بسؤال عن فرص الأندية الأسبانية، هل بتشوف أنه في فريق أسباني، بارسا، ريال، أتلتيكو، قادر على المنافسة أو على تحقيق لقب الشامبيونز ليج في الموسم الحالي؟ بالطبع أعتقد إذا تحدثنا عن المنافسة فهم قادرون على المنافسة بكل تأكيد. الأمر صعب لأن هناك فرق كبيرة مثل مانشستر سيتي بالطبع، باريس سان جيرمان، في أعتقد أنهم سينافسون على اللقب هذا الموسم مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بكل طبع، لأنهم يمتلكون لاعبين كبار على مستوى كبير. ولكني بكل تأكيد أعتقد أن أي فريق إسباني، ريال مدريد، برشلونة وحتى أتلتيكو،
قادرون على أن يتوجوا بلقب دوري الأبطال، لأن دوري الأبطال بطولة ليس بطول بطولة الليجا على سبيل المثال، وهناك بعض اللحظات الحاسمة التي يستطيع الفريق أن يعود فيها ويقدم المستوى المطلوب. الأمر مختلف عن الليجا التي تتكون من 38 أسبوع. في انتظار يعني تألق الأندية الإسبانية بالتأكيد البارسا والريال مش ممكن أبدا يغيبوا عن المشهد. بشكر طبعا نجم أتلتيكو فالنسيا ومايوركا ومنتخب إسبانيا أنخيل خابير أريزمندي على مشاركته معنا، وفاصل سريع جدا ونرجع لحضراتكم.